طيب بما ان احنا برضو في نفس الملف نروح لخبر يعني متصل عن دوري الابطال، لكن النسخه بقى المقبله مش بنتكلم عن النسخه الحاليه. الاتحاد الافريقي لكره القدم حدد مواعيد النسخه الجديده واكد ان 30/6 اخر موعد لارسال اسماء وتسجيل الانديه المشاركه في بطولات موسم، هنا بنتكلم 2021 و2022. واخطر الكاف للاتحادات الاهليه رسميا بانطلاق مباريات الذهاب من الدور التمهيدي، ده هيكون ابتداء من 10 سبتمبر المقبل، اما مباريات هنا الدور التمهيدي الثاني هيكون في منتصف اكتوبر المقبل. هتنطلق الجولات الاولى والثانيه والثالثه لدور المجموعات في شهر فبراير 2022، والجولتين هنا الرابعه والخامسه في مارس 2022، ولسه لم يحدد الكاف مواعيد الجوله السادسه او الادوار بنتكلم الاقصائيه يعني من دور الثمانيه حتى النهائي، لكن اكيد لما يتم تحديدها هنبلغ حضراتكم بيها اكيد في البرنامج.